فصل تعليمي ساعة 40 طالب بإجمالي مسطحهم عدد إجمالي 8، إجمالي عدد الطلبة 3320. في الدورين فوق المدرجات قاعة أنشطة، مش لاحظ طبعا هنا في المهات الثانية، الكافيتيريا، وصالتين أو قاعات دراسية ساعة 100 طالب. يعني الجامعات التكنولوجية بتولد وبيولد معاها هيئة لتراقب عملية الجودة والاعتماد في هذه الجامعات، بحيث ان الجامعات دي تستمر جامعات قوية ومنافسة على مستوى العالم للجامعات الاخرى. أهلية، برامج جديدة، أنشطة طلابية، مشاركات مجتمعية، مستشفيات جامعية، في الحقيقة بصمتك واضحة مع الوزير، كل بيشهد بذلك. يمكن خير دليل على ذلك وجود حضرتك معانا النهارده في هذه المنطقه في محافظه الغربيه. احنا محظوظين الصراحه بوجود هذه الجامعه، بركه في سياده رئيس حضرتك لهذا الانجاز. عايزين نسمع كده من حضرتك هذا المجال. يعني احنا تعاوننا، واذا كان الدكتور طارق بيتكلم على حجم انجازات تمت في فتره سنوات قليله ماضيه، فكان الفضل الحقيقه الكبير لهذه الانجازات هي اداره ورؤيه الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه في هذا الانجاز. أنا شفت بنفسي أماكن كانت 200 فدان و300 فدان، كانت صحراء زي ما احنا موجودين النهارده، وشفتها بعد سنة ونص أو أقل من 18 شهر، وشفتها كانت منتهية وخلصانة ومتجهزة ومفروشة، وفيها كمان طلبة مع أول عام دراسة. فده خلاني أبقى مش قلقان من اللي أنا بشوفه ده. اللي أنا بشوفه بالنسبة للقوات المسلحة والهيئة الهندسية يعتبر مشروع يستطيع أن ينتهي منه في زمن قياسي. واللي احنا موجودين فيه النهارده هو جامعه من 6 جامعات. احنا موجودين في مركز سمنهور في محافظه الغربيه، طالب بهبيت الحجاره، ثم عندنا في مدينه 6 اكتوبر في غرب القاهره في المنطقه الصناعيه. موجود الدكتور طارق رحمي على راس هذه المحافظه لانه كان رئيسا لجامعه قناه السويس، فاذا هو يعي تماما قيمه ان يكون هناك مؤسسات تعليميه موجوده في مناطق في كل محافظات مصر. يمكن النهارده احنا في مؤسسات تعليميه بنخرج بره نطاق القاهره، كنا بالامس القريب في المنصوره، وكنا في دمياط، وكنا في راس البر وغمصه. اذا المعني بالنسبه لنا ان احنا نتوجه الى المحافظات